لسيد سفير السنغال بمصر طبعا معالي السفير ابو بكر صار، واقول له هارد لاك طبعا على مباراه اليوم. كنا نتمنى الوضع بالنسبه للمنتخب السنغالي يكون افضل، والفوز وتكمله المشوار في بطوله كاس العالم، وان احنا يعني المنتخب السنغالي بيمثل القاره الافريقيه، وكنا نتمنى طبعا يعني ده كان يحصل. تحياتي لحضرتك معالي السفير. تحياتي وسلامي للجميع واشكركم، الله يحييكم. الله يخليك. يعني هارد لك النهارده، يعني من رؤيه حضرتك للمباراه كان كل الشعب السنغالي وكل الشعوب الافريقيه بتتمنى الفوز للمنتخب السنغالي، لكن لم يحدث النهارده. ده حقيقه. السنغالي وكل المشجعين وكل تقريبا اكثر العرب والافارقه كلهم ما شاء الله كانوا يشجعون الفريق السنغالي. اليوم لم يلحق للفريق الحظ للصعود، وفي الحقيقة أنا اليوم في بداية المباراة استغربت من الأداء، ولا أدري كانوا متعبين أو عدم وجود النجيع الذي كان في الوسط، وفي الحقيقة اليوم ولكن أدوا ما واجبهم لم يحكموا الحظ للفوز. معالي السفير، هل يعني لما بنقول مثلا في بعض اللاعبين ممكن تؤثر في اداء المنتخبات، هل النجم الكبير ماني كان ممكن يكون لو كان تواجد النهارده كان الامور اختلفت بالنسبه لهجوم المنتخب السنغالي؟ منذ البدايه ماني لو كان موجود منذ البدايه، وان كان كما قلت في السابق غيابه يؤثر، ولكن كان الفريق عندهم ما شاء الله قوة كان متكامل وكان عندهم أداء جيد، ولكن في بعض الأحيان بعض المباريات مثل هذه في الحقيقة مكان ماني في الحقيقة كان في الحقيقة تأثر عدم وجود ساديو ماني، وأيضا وعدم وجود كياتي أيضا كذلك، وعدم وجود كذلك غانغي، هؤلاء كلهم في الحقيقة تأثر الفريق بغياب هؤلاء. هل الإدارة الفنية في مباراة اليوم شايفها معالي السفير برضو كانت موفقة في المباراة، ولا كان يعني السيد أليو سيسي كان بعيد تماما عن الحالة الفنية في الماتش ده؟ أي كان حاضر جدا، وكان يرشد ويوجه، لكن كما قلت لكم اليوم قدر الله ما شاء فعل، لم يلحقهم الحظ. نعم. حضرتك يعني طبعا كنت من مشجعي السنغال اكيد كمنتخب بلد حضرتك، لكن هل حضرتك بتتفرج على المونديال دلوقتي، الوضع بالنسبه للمونديال حضرتك يعني تتوقع مين يحصل على هذه البطوله من وجهه نظر حضرتك؟ اكيد واصل، يعني انا رياضي طبعا. تتوقع مين حضرتك ممكن يحصل على هذه البطوله؟ الرياضه متعه، فيها الفه وفيها اجتماع وفيها ما شاء الله تعاون وفيها هذا الروح الرياضي. صحيح. اي نعم. حتى تتوقع مين من المنتخبات حاليا اللي موجوده في الوقت الحالي تقدر تحصل على كاس العالم؟ والله الان كل متوقع، انا اتمنى المنتخب المغربي ان ياخذ الكاس ما دام المنتخب. اي والله العظيم انا اتمنى المنتخب المغربي. يا ريت. نعم. تتوقع نعم. يعمل بقى ايه مع الماتش او في المباراه القادمه امام المنتخب الاسباني؟ طبعا المنتخب الاسباني منتخب كبير يعني. انا اتوقع باذن الله تعالى، واتمنى اتوقع بان المنتخب المغربي سيفوز. نتمنى ذلك ان شاء الله. نعم. وهذا الذي ادعو الله ان يفوز المنتخب المغربي وان ياخذ الكاس. نتمنى ذلك سيد سفير. انا بشكر حضرتك ونشكركم جميعا في الحق. هارد لاك النهارده طبعا المنتخب السنغالي، لكن طبعا يعني سيد سفير يعني بيتمنى ان المنتخب المغربي في مباراته امام اسبانيا يعني يكسب ويوصل وياخد كاس العالم، ده شيء جميل جدا من